مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء من نجومي إكسترا، وفيديو جديد سوف نتعرف فيه على الفنان الكويتي حمد أشكناني ومعلومات لا تعرفونها عنه، فلنبدأ. الفنان حمد أشكناني ممثل شاب استطاع أن يحفر اسمه في سجل الفن ويضع بصمته بين كوكبة من ألمع النجوم الشباب. فهو من القلة الذين يعملون بمزاج مهما كان حجم الضغوطات الواقعة عليه، فحمد لا يقبل إلا بالإتقان واللعب على وتر الانصهار التام مع الشخصية التي يقدمها. منذ بداياته على خشبة المسرح ثم التحاقه بالدراما التلفزيونية، وتلك الروح الواثبة ناحية الإبداع تفرض نفسها، مما جعل عيون المنتجين والمخرجين تفطن إلى أن الشاب يمثل ورقة رابحة في دنيا التمثيل. وهو ممثل كويتي يبلغ من العمر 32 عاماً من مواليد 20 من شهر مارس لعام 1988. هو يعتبر من أسرة فنية، حيث أن الفنان عبد الرحمن العقل خاله وابن عمته الفنان خالد أمين، فتأثر كثيرا بخاله الفنان عبد الرحمن العقل، فكان يشاهد بعين خاله التشجيع والدعم اللامحدود. وحمد أشكناني خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج. بدأ رحلته مع عالم التمثيل في المسرح الأكاديمي في عام 2007، وكان أول عمل فني يقف فيه فوق الخشبة بعنوان الوجه الآخر للمخرج عيسى ذياب. وبدأ مشواره بالأعمال التلفزيونية مع الفنان العملاق عبد الحسين عبد الرضا في الحب الكبير، ونال جائزة أفضل ممثل واعد في مهرجان المميزون في رمضان عن دوره في مسلسل الحب الكبير. وفي عام 2010 ميلادي وقف أمام الفنانة سعاد عبد الله في مسلسل زوارة خميس، ومن ثم تضاعفت مشاركاته كوجه جديد يتميز بخفة دمه تشبه خاله الفنان عبد الرحمن العقل، وشارك في مسلسل الحب اللي كان. مسلسلات 2012 ومنها شارع في السنون مع الفنان جاسم النبهان وأسمهان توفيق، كنة الشام وكناين الشامية. وفي نفس العام شارك في ساهر الليل وطن النهار الجزء الثالث. وحصل للمرة الثانية على التوالي على جائزة أفضل ممثل دور ثاني من مهرجان المميزون في رمضان، قبل أن ينضم إلى فريق مسرحية مصباح زين مع شجون الهاجري وفاطمة الصفي وعبد الله بهمن. في عام 2012 شهد عرض مسلسله مذكرات عائلية جدا، وشاركه في المسلسل إبراهيم الحربي وهدى الخطيب وانتصار الشراح وشجون الهاجري وشيماء علي وفاطمة الصفي. وأما عن حقيقة علاقته بالفنانة فاطمة الصفي، حيث أنه يكثر في صفحة الفنان حمد صوره مع الفنانة فاطمة الصفي، فسألوه في لقاء
فكان السؤال التالي: نشرت مؤخرا صورة تجمعك بالفنانين فاطمة الصفي وعبد العزيز الويس وعلي كاكولي، وعلقت عليها بأنكم عائلة، فما قصة الصورة وما سر ارتباطكم معا؟ فأجاب حمد أنه لا يوجد سر، فصداقتنا تمتد لسنوات طويلة، والصورة كانت بمناسبة عيد ميلاد الفنانة فاطمة الصفي، وأحببنا أن نلتقط صورة جماعية من باب الاحتفال بها. وما لا تعرفونه عن الفنان حمد أشكناني أنه يجيد اللغة الإيطالية، الذي حرص على تعلمها منذ مراحل مبكرة من طفولته، ويتمنى أن يمثل بإيطاليا وأن يشارك في عمل عالمي، خصوصاً أنه يجيد الحديث بعدة لغات. وأما عن قلة تفاعله على مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بزملائه الفنانين، أجاب قائلاً: أرى نفسي فناناً وممثلاً، ولا أرى عملي أن أكون متواجداً على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه ليست شخصيتي، وإذا كان عندي ما أقوله فسأقدمه من خلال الأعمال الفنية التي أقدمها. ومجدداً أحب أن أشكركم على حسن المشاهدة. إلى اللقاء أصدقائي في فيديو جديد.